أول لما تدخلي أي مول تقدري من نظرة واحدة وبسهولة شديدة بالعين المجردة إنك تتعرفي على أنواع الزبائن المختلفة. أول نوع هيلفت نظرك هو الزبون الرخم المتردد الملح، ده بيكون لوحده طبعا معهوش أي حد، أظن ده بسبب الصفات اللي أنا قلتها من شوية دي. الزبون الرخم ده أول ما بيشوفني أنا ماشي بشتري حاجات في أمان الله يقوم قافش فيا زي الكابوريا ويرمي أول سؤال بقى، السؤال اللي بيكشف لك شخصيته المهزوزة بمنتهى الوضوح، يقول لك معلش من فضلك والنبي هو القميص ده حلو يموت ولا بيقى طحن؟ وتلاقي أسئلته كلها من النوع ده، النوع الفضفاض اللي ملوش ماسكة، القميص حلو ولا وحش من بدري قوي كده؟ طب الرد على السؤال ده اكيد حسب حاجات، يعني ذوقك مستواك تربيتك خلفيتك البيئه اللي انت عايش فيها. ما انا ما اعرفش انت عايز ذوق الشخص ليه، يعني انا بستخدم ذوقي في حاجاتي، عايز تلبس على ذوقي ليه؟ بعدين انت واثق فيا بالشكل ده؟ احنا نعرف بعد من 6 دقايق، انت شايف ان علاقتنا الجديده دي تسمح بكده؟ عاوزنا البسك؟ لا قول البسك. لا وساعات بقى العشم يقتله ويبدا يطلب مني بقى ان انا اختار له القميص بتاعه. ليه يا حبيبي انا وانا خطيبتك ليه حاططني في المنطقه الشائكه دي؟ ده النوع بقى ايه اللي وقعت تحت ايده مش هتعرفي تخلصي منه. ده تعرفي ازاي؟ هتلاقيه واقف كده في النص شايل حاجات كتير، ماسك قمصان في هنا وشماعات هنا وبناطيل حوالين وسطه وشراب في دماغه وتايه وبتاع. ده لما تشوفيه سيبي المحل واطلعي اجري، ده عنده ازمه هويه وهيلاقي فيكي طوق النجاه ومش هيسيبك، اشتري مني اجري. في كمان نوع نمطي شهير جدا اللي هي الزبون القطر، دي الام اللي جره وراها 4 عيال ونازلين يجيبوا الكسوه بقى. الام دي بتبقى مكشره جدا، متصربعه جدا، متنرفزه جدا، بتزعق عمال على بطال، عايزه تخلص وتروح ومتعطشه للدماء، وممكن تعمل اي حاجه لاي حد هيطول المشوار البشع ده دقيقه واحده كمان. ما عندكيش فكره عن الاكروبات اللي الست دي عملتها علشان خاطر تاخد الفلوس من جوزها، وهي عارفه ومتاكده انها هتجيب بيها هدوم هتظهر على العيال كمان 6 شهور، فتبقى حيرانه تجيب لهم هدوم كبيره شويه عليهم عشان تعيش معاهم شويه ويبقى شكلهم عبيط دلوقتي، ولا تجيب هدوم مظبوطه عليهم دلوقتي وتصغر عليهم فورا ويبقى شكلهم عبيط برضو. هي كده كده بايظه، فدي توسع لها الطريق من سكات وطي للعاصفه لحد ما تمر، دي عربيه اسعاف اعتبريها كده، معاها حاله خطره، وسع الطريق وخدي لك ساتر. في بقى الزبون الغلس اللي مفيش حاجه عاجباه، عايز يمشي الدنيا على مزاجه، هو ده تلاقيه بقى ايه بيعدي على كل الشماعات والرفوف يعيد ترتيبها من الاول وجديد، يظبط الهدوم على الشماعات وهو بيبرطم مش هتعرف فوضى مش عارف ايه ده، احنا ما هنتقدم ايه البلد احنا كده، يقف يطبق الهدوم من الاول تطبيقه المكواجي ويرتبها حسب الالوان من الفاتح للغامق، ابيض بامبي اصفر اورنج اخضر ازرق كحلي بني اسود، لو ما عملش كده يتضايق وياكش نولع احنا بقى نتلطع نتاخر مش قصته. سخيف الزبون الغلس ده طبعا على طول قافش، المحل حر كده ليه؟ التكييف ساقع قوي كده ليه؟ الحاجات بقت غاليه كده ليه؟ البروفه ضيقه كده ليه؟ القميص ده صغير كده ليه؟ هي الناس جرالها ايه؟ انا اتخنت قوي كده ليه؟ احنا مالنا؟ ولما يخلص جرد ويشتري فعلا بينظم الطابور اللي قدام الكاشير، ليه على حسب الطول بقى والحجم، معلش لو سمحت حضرتك تيجي كده ماشي احنا مالنا، وبيطلب ان كل حاجه من الحاجات اللي اشتراها تكون في كيس منفصل. احب اكياس معايا خارج كده اعمل شوبينج كده، لما بياخد الباقي يطلع المحفظه ويرتب العملات بالفئات الصغير قبل الكبير وكلهم باصين ناحيه واحده فلوس، فاهم؟ مش في حاجه بايظه، هو اصلا بيبقى خارج شاري ببيونه بس على كل الهيصه دي. ده برضو حاولي تتخطيه علشان تخلصي وتروحي، لو ما عرفتيش بيوقعه قدامه ستاند كده وقولي اوبس. اكتر نوع زبون منتشر وعمري في حياتي ما فهمتهم اللي هم زباين الفاترينه، اللي هم نازلين يتفرجوا على الفاترين بس مش معاهم فلوس، ما عندهمش اي نيه للشراء بس نازلين يتفرجوا على الجديد، اجمعوا معلومات عن السوق كده وغلاسه، بيتعامل مع الفاترين على انه نازل ياخد جوله سياحيه في متحف الشمع. طب ايه الهدف من التعذيب ده؟ ايه المفاجاه اللي ممكن تحصل مثلا في نهايه اليوم ده؟ زباين فاترينه. في طبعا الزبون المتحرش، ده اللي بيبقى نازل يشتري او يعاكس ان امكن اي مصلحه اللي يطلع في ايده، يعني ده تلاقيه بقى عنده شويه جمل ملزقه كده ومهروسه من نوعيه التيشيرت ده هيبقى مجرم عليكي، وده غالبا بيتهزق ويمشي عادي ما بيردش اي رد، بياخد التهزيقه هو مش موفق خالص الحقيقه علشان من البدايه مش محدد هدفه، وصاحب بالين كذاب فتلاقيه دايما وحيد ولبسه وحش لانه لا بيعرف يشتري ولا بيعرف يظبط، ده مش مركز في حاجه، ده راقص على السلم يعني مشتت، لو ركز في حاجه منهم هيبقى عنده اي ميزه. في بقى زبون العروض، ده اللي العروض بتصير فيه الغدد الاستهلاكيه واللعابيه بشكل ملحوظ، بيلاقي في اي عرض فرصه عمر اللي لو فوتها هيندم عليها بقيه حياته، فتلاقيه بيجيب مثلا 3 تيشرتات نفس الشكل واللون عشان يحصل على ميداليه بلاستيكيه هديه مجانا، او 7 مايوهات علشان ياخد عوامه او منفاخ، او 17 كيلو رز نوع وحش علشان كيس شعريه فوق البيعه، ملزق وحش مش حلو النوع ده اصل عليه عرض فظريف، بيتبعت بقى بعتات يا حرام، هو ده اللي اسمه فعلا زبون. وطبعا في الزبون الخطر بتاع انا ماشي بس راجع تاني، عزيز البياع اوعى تفرح انه علشان اختار ودفع ومشي ان كده الصفقه تمت وانت بعت. لا يا حبيبي ابدا، هو لازم يرجع اللي بيشتريه غلاسه كده، راقبه كده وهو بيحاسب ولاحظ حرصه على الرسيت وانت تفهم. الزبون ده هيرجع اللي اشتراه، الزبون ده هيرجع اللي اشتراه في خلال 14 يوم المهلة، أو على أقل تقدير هيستبدله. هيرجع تاني. والمرة اللي جاية هيرجع أقوى وأجرأ وأشرس.
أنا ماشي دلوقتي بس راجع وهرجع حاجات